كثيرة هي قصص النزوح والتهجير في تاريخ الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، ومن أكثرها إيلاماً ومعاناة هي قصة عائلة أنبارية تسكن مخيمات الكيلو 18 غربي مدينة الرمادي، حيث تعيش هذه العائلة حياة مأساوية في ظل ظروف قاهرة بعد ترك الأهل والدار والأرض. تهجرنا يوم 31/3/2016، وبالستين، ومن الستين رجعنا للسياحية، ومن السياحية استعانا بالكرفونات مقابل مرور. أنا صار لي 7 سنين مهجر، وشفنا الويل، مطر، حر، عرق، وجوع وعطش، من أجل كم واحد ما بعيدين عن رب العالمين. هذه العائلة الأنبارية تتكون من الحاج محمد وزوجته الحاجة أم خالد مع بنات أخيه بعد وفاة والدهن أثناء العمليات العسكرية على محافظة الأنبار. تركوا جميعا منزلهم في ناحية المحمدي التابع لقضاء هيت، مجبرين كغيرهم من العائلات النازحة والمهجرة. لا اقدر امشي، لا اقدر اقف، وقوف ما اقدر اقف، الله وكيلك ترى جاي اتعلم وعلى العوشية امشي تا اسوي الهلتام وهلا والله. بس نقول الحمد لله يوم رمضان، ونقول الحمد لله شو نسوي البشري، والله احنا ما من الله خلقنا لا شحدنا ولا طلبنا، وهل مجابلتك والله والله ثلاث محلات وبيت واشوفه يعني تقول والله، وما طلعنا على كل شيء ورحمة الله يا وليد. ليس من كلمات تصف هذه الدموع لامرأة كبيرة تكالبت على مأساتها حكومات وأحزاب وميليشيات، لتكون دموعها شاهدة على معاناة مستمرة، ولسان حال العائلة يردد: وحيدين نبقى أم خالدها هنا، نحن حنين النوق للزمن الخليل.